أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لخريجات الدفعة 13 من طالبات معهد الشرطة النسائية ضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ووضع أمن وأمان الوطن نصب أعينهن والتفاني في أداء الواجب. جاء ذلك خلال رعاية الشيخ طلال الخالد وحضوره اليوم حفل تخريج الدفعة 13 من طالبات معهد الشرطة النسائية وعددهن 226 خريجة، 190 ضابطا و23 وكيل ضابط و13 رقيبا. ونقل وزير الداخلية إلى الخريجات تحيات وتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بمناسبة تخرجهن من معهد الشرطة النسائية وانضمامهن إلى إخوانهن وأخواتهن في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحثهن على الالتزام بالقسم وجعله عقيدة راسخة ومنهج عمل في أداء مهامهن الأمنية. أوصيكم بتطبيق القانون على الجميع ووضع الأمن وأمان الوطن والمواطن نصب أعينكم والتفاني في أداء الواجب وأن تكونوا مثالا يحتذى به في الضبط والربط العسكري والتعامل الراقي مع الجميع والقيام بأداء مهامكم بكل مسؤولية وتفاني. أنتم واجهة الكويت في مختلف المواقع، وأمن الوطن والمواطنين أمانة، وبذلوا الغالي والنفيس لحماية أرواحهم وممتلكاتهم، واجعلوا مخافة الله أمام أعينكم دائما، سائلا عز وجل لكم السداد والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.